هذه البطولة الدورية الخامسة في مناظرات المدارس باللغة العربية، والمناظرة النهائية التي تقام اليوم بين فريقي دولة قطر وسلطنة عمان. اليوم يناظر المجلس حول قضية مهمة ورئيسية محورية، هي تعد شريان كل اقتصاد على هذا الكوكب. يناظر المجلس اليوم حول القضية القائلة: سيوقف المجلس دعم المحروقات. يشاركني اليوم في تحكيم هذه المناظرة النهائية للبطولة الدولية الخامسة لمناظرات المدارس باللغة العربية الأستاذ عبد الرحمن الفتياني من الأردن، الأستاذة عبير المجروح من تونس، الأستاذة فرح الحربي من الكويت، الأستاذة سمية دشاش من الجزائر، الأستاذة عبير الصادق من السودان، الأستاذ محمد إكمال من ماليزيا، الأستاذ يونس الجعبري من تركيا، والأستاذ علي الجميلي من اليمن، ومعكم محدثكم ضيف الله الصبحي من المملكة العربية السعودية. اليوم وبدون إضاعة الوقت لنشهد هذه المناظرة الرائعة الماتعة في هذه البطولة التي تقام لأول مرة في نسختها الافتراضية، متجاوزة كل التحديات الصعبة التي مر بها العالم خلال هذا العام. بدون إضاعة الوقت أدعو المتحدث الأول من فريق الموالاة لإلقاء خطابه، فليتفضل. قطر، الفريق القطري، ممكن تبدأ؟ المايك لا يعمل. إيه، ايه الان هناك صوت، تفضل. يلا قولي كمان. يلا السلام عليكم، الصوت مسموع؟ اي الصوت مسموع، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله، أتيت أنا المتحدثة الأولى لنوالي نص القضية، وهو سيوقف هذا المجلس دعم المحروقات. وما هي وما نقصد بالدعم؟ نقصد الدعم السياسي والدعم الاقتصادي، والذي سيوضح اكثر في عند شرحي للمشكله. والمحروقات هي الوقود الاحفوري او اي شيء يحرق لانتاج الطاقه. نحن نرى فريق الموالاه اننا حاليا نعاني من مشكله كبيره، وهي ان حاليا اغلب الدول تتجه لاستخدام هذه المحروقات، حتى دول العالم الاول التي بامكانها التوجه لخيارات افضل لا زالت تتوجه لمصدر الطاقه هذا، وهو المحروقات، وذلك لانها تعتمد عليه اقتصاديا بسبب الدعم السياسي. وكيف هو الدعم السياسي؟ ان دائما البرلمانات تضع قوانين تسهل وتساهم في زياده استخدام الناس لهذه المحروقات، والدعم الاقتصادي اي انها تدعم هذا المنتج بحيث انه يصبح سهل الوصول لكي يصبح سهل الوصول للمستخدمين والافراد. وهذا ما بالضروره يؤدي الى توجه الافراد والمصانع والشركات وجميع الحركات الاقتصاديه لهذا الخيار، كونه خيار ارخص وسهل الوصول واوفر لهم. فنرى المصانع والافراد، مثلا انا كفرد لن اذهب واشتري سياره كهرباء مثلا، بل انما ساذهب واشتري سياره وقود لانه اوفر وارخص لدي. انا كمصنع لن استخدم طاقه صديقه للبيئه لانها بالغالب لان ساجد ان هناك مثلا غاز طبيعي وسعره اوفر واسهل علي. فنحن نرى بان
بأن كلما زاد الاستخدام عليها وكلما زاد حجم الاقتصاد زاد الضرر المتسبب من هذه المحروقات. ولماذا خصوصا المحروقات؟ لأن ضررها عملاق ومباشر، وأن يعني جميع العالم ينتجها وجميع العالم يستخدمها، وكم ضررها لا يقتصر فقط، وكم ضررها حجمه عملاق. فنرى مثلا أن هناك كثيرا من الجزر تتضرر وتغرق، وشعوب مثلا محاصيلها الزراعية تتعرض للتصحر، وكل ذلك بسبب التغير المناخي، والذي من أول أسبابه هو هذه المحروقات، وثاني أكسيد الكربون الذي يأتي من هذه المحروقات. فنحن نرى بأن هذا لا يؤثر على البيئة فقط، وإنما يؤثر على الأفراد الذين يعيشون في تلك المناطق كما ذكرت، وعلى الأجيال القادمة التي ستأتي ولن تجد هذه المحاصيل ولن تجد هذه الأراضي لكي تستفيد منها ولكي تنتفع منها. فنحن لا ننظر بيئتنا فقط، وإنما نرد ننظر أفرادنا في الحاليين والأجيال القادمة. فنحن نرى أن من غير المبرر الاستمرار بإنتاج هذا الضرر، وسنضع آلية، وهي أننا سنوقف الدعم البرلماني وسنوقف الدعم الاقتصادي كما ذكرت، وأننا سنضع خطة للتغيير تكون 3 سنوات على الأقل للدول مثل ألمانيا التي فقط تريد أن تطور مثلا وهي لا زالت تملك هذه البدائل، و10 سنوات للدول التي ستبدأ من الآن التوقف واللجوء مثلا كالسعودية وكولومبيا وغيرها من هذه الدول. ونحن نرى بأن ونأتي أولا باستراتيجيتنا، وهي أنا سأتكلم عن المبرر الأخلاقي والفاعلية، وستأتي المتحدثة الثانية وتتكلم عن الأثر على الاقتصاد. نحن نرى من مبررنا الأخلاقي أننا من واجبنا الحفاظ على البيئة، لأن البيئة ليست ملك فقط لأي حكومة، وليست ملك خاص لأي حكومة، وإنما هي ملك الشعوب العالم وملك العالم بأكمله. لماذا؟ لأن أي قانون أو أي إجراء تقوم به أي دولة اتجاه البيئة ويضر البيئة أو تنتهك البيئة بأي شكل من الأشكال، ضررها لا يقتصر فقط على هذه الدولة، وإنما يتضررون جميع سكان العالم وجميع من يعيش في هذا العالم. فالبيئة ليست ملكا لهم، وإنما ملكنا جميعا، ومن واجبنا جميعا الحفاظ عليها والمساهمة في الحفاظ عليها. فكما ذكرت أن هناك الكثير من الشعوب تتضرر، هناك الكثير من الجزر تغرق، هناك الكثير من المزارعين الذين لا يجدون المحاصيل، لا يجدون فرص العمل بسبب التصحر وغيرها. فنحن نرى بأن لدينا الدافع لكي نطلب من الدول أن تتوقف من هذا، تتوقف عن دعم هذا المنتج. أولا لماذا؟ لأننا نزيل الضرر على الضعفاء، بالمقابل نحن نقلل من قوة هذه الدول. فنحن نرى بأن الدول لن تتوقف عن نفسها عن الاستمرار في هذا الضرر والمساهمة بهذا الضرر، فهذا ما يضع على حملنا واجب لكي نقوم بالمساهمة لجعلها تتوقف، كونهم فشلوا من الأساس بالحد من هذه المشكلة، وفشلوا أيضا بوضع قوانين تساهم للحل. فهذا ما يبرر لنا أن يمكننا التنازل قليلا أو أن نقلل من حجم الاقتصاد على بالمقابل نحافظ على حياة هؤلاء الأفراد المتضررين. فنرى نحن من الفاعلية، جميعنا نعرف بأن الاقتصاد كلما زاد إنتاج الشيء قل سعره، وكلما ما قل السعر بالطبيعي سيتوجهون الأفراد والشركات لهذا المنتج. فنحن نرى حاليا وضع الاقتصاد ووضع العالم معتمد على النفط، لأن كما ذكرت كونه رخيص بسبب الدعم الموجود لديه. فنحن عندما نمنع أو نساهم بوقف هذا الدعم، فنحن بالضرورة نضع أنه نساهم بوجود البدائل وندفع الدول للتوجه للبدائل الذي في وقتها الحالي هي غالية بسبب أن الدول لا تهتم لها. ولكن إن اهتمت الدول لهذه المصادر البديلة بهذه الطريقة سيقل سعرها وستصبح سهلة المنال لجميع الأفراد. ونحن بذلك فخورون لمولاتنا نصف القضية، ونصل هدفنا للأخير وهو ضمان أكبر قد من الحد بالتغيير المناخي وحفاظ حق الأجيال القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا للمتحدث الأول من فريق الموالاة. ألقى خطابه، والآن أدعو المتحدث الأول من فريق المعارضة لإلقاء خطابه الأول، فليتفضل.
هل ممكن تعرض الوقت؟ تسمعون الجرس، هناك متطوع سيقوم بضرب الجرس في مع كل الأوقات بعد الدقيقة الأولى ولا الدقيقة الخامسة. هل يمكن أن نتعرف على أسماء الطلاب؟ ريم المتحدث الأول. الأسماء: المتحدثة الأولى جوهر الشمري، المتحدثة الثانية موزة الهاجري، المتحدث الثالث عبد الله الكبيسي. خطاب الرد موزة الهاجري. عمان تفضلوا، تحدث الأول معارضة. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نعاني من ارتفاع أسعار في مختلف السلع وقلة الوظائف ومعاناة معظم الناس، وبالتالي نأتي لنرفع هذا الدعم عن أساسيات ومقومات العيش، وهو لذلك أتينا لنعارض ما جاء به هذا المجلس، وهو وقف هذا المجلس دعم المحروقات. أتينا من هدفنا وهو الحفاظ على التوازن الاقتصادي وضمان العيش الكريم. سوف أتحدث من مبرر أخلاقي، وتتحدث المتحدثة الثانية عن عدم فاعلية هذا القرار، والمتحدثة الثالثة سوف تقوم بالتفنيد وبناء موقف الفريق. بداية لأفند ما جاءت به المتحدثة الأولى من فريق الموالاة، جاءوا يرفعون هذا الدعم، وهذا الدعم عن المحروقات، وهذه المحروقات التي نعتمد عليها في كل شيء في حياتنا، في جميع مقومات العيش التي نحتاجها، في الكهرباء وفي إنتاج السلع الغذائية وغيرها، وجاءوا بآليتهم التي تحتاج على الأقل 3 سنوات وتمتد إلى 10 سنوات، وهذا في هذا الوقت على ماذا سوف نعيش؟ هناك فئة متأثرة أكثر عن غيرها، جميع الفئات تتأثر، ولكن الفئة التي سوف نرفع عنها هذا الدعم، هل تفكرون بماذا سوف يحدث لها إذا كان دخلها منخفض وتعتمد على هذه المحروقات في إنتاج غذاء، في إنتاج وإنتاج الكهرباء وكذلك؟ فهذا الضرر سوف يؤثر على جميع سكان العالم وعلى البيئة أجمع. فعندما نوقف هذا الدعم، قالوا سنساهم بوجود هذا سيساهم باستخدام البدائل الأخرى لحماية البيئة. أولاً حماية البيئة من التغيرات الحاصلة، هنالك حلول أخرى كالتكيف، ولكن نحن عندما نوقف هذا الدعم هنالك الفئة الغير قادرة. فعندما تريدون وقف هذا الدعم، وفروا هذه البدائل لكي نتجه إليها، لابد أن توفرها لنا الحكومة، وليس بهذا الحل لنتجه إلى البدائل، ليس بهذا الحل وهو رفع الدعم. فهم اليوم يفترض بأنهم يحافظون على البيئة، ولكن عندما نوقف هذا الدعم سوف تلجأ المصانع إلى رفع سعر المنتجات، لأننا رفعنا الدعم عنها لتوازن الاقتصاد، فهذا لم يحقق الحل الذي يريدون الوصول إليه وحماية هذه البيئة. لذلك عندما نتكلم هنا معارضتنا لهذا القرار من مبررنا الأخلاقي بأن رفع الدعم سوف يؤثر على العيش الكريم وعلى مقومات الحياة الأساسية، لأن عندما نتكلم ما هي مقومات العيش الأساسية، نحن نحتاج إلى غذاء، الغذاء ينتجها المزارعون، المزارعون عندما يعملون في هذه المزارع على ماذا يعتمدون؟ ألا يريدون صناعة هذه الأسمدة؟ صناعة هذه الأسمدة ألا تستخدم في هذه المنتجات المحروقة؟ كذلك ماذا يستخدمون؟ يستخدمون آلات الحراسة وغيرها، وبالتالي عندما نقوم برفع الدعم عنها سوف يقومون بماذا؟ سوف يزيدون أسعارها، وبالتالي سوف ترتفع السلع المنتجات الغذائية التي سوف تباع، وأيضاً هؤلاء المزارعون الذين يعملون هم من فئة الدخل المحدود والطبقة الوسطى في المجتمع. إذن عندما نرفع الدعم لم تملك المال الكافي لشراء هذه المنتجات، وبالتالي ماذا سوف يحدث؟ لن يستطيع شراءها، وبالتالي يقل إنتاج هذه الأغذية. فنحن الآن نؤثر على عيش لهذه الأطراف، لأن الأطراف متأثرة كثيرة. كذلك عندما نتحدث عن وسائل النقل، وسائل النقل إذا كان هنالك سائق حافلة يعمل في هذه المدرسة، إذا كان سائق الحافلة يعمل في المدرسة ويحمل الطلاب وهو سائق الحافلة، يعني نرفع هذا الدعم عن نرفع الدعم عن البترول الذي يستخدم لتمشي هذه الحافلة وتواصل السير.
فماذا سوف يحدث لراعي الحافل؟ لن يستطيع دفع المبلغ، وبالتالي سوف تتوقف هذه المهنة، ومن سوف يقوم بالنقل؟ إذا نحن الآن ساهمنا في التأثير في هذه الحياة عندما رفعنا هذا الدعم، وكذلك هذا رفع الدعم سوف يؤثر على العيش الكريم، كذلك جميع السيار الحافلات والمراكب والمواصلات العامة أيضا سوف ماذا يحدث لها؟ سوف ترتفع أسعارها وسوف تقل. كذلك الآن الناس في المنازل ماذا يستخدمون؟ يستخدمون الغاز الذي أنتم تريدون رفع الدعم عنه. كيف سيقومون جميع فئات المجتمع بالدخل المتوسط والدخل المحدود بشراء هذا الغاز ويعتمدون عليه في طهي جميع الأطعمة؟ إذن الآن نحن نقضي على هذه الطبقة في هذا المجتمع، لأنكم هذه البدائل أنتم لم توفرونها لنا لكي نتبعها، بل وقفتم الدعم عن البدائل التي توافر لدينا. كذلك الكهرباء في المنازل بماذا تعمل؟ تعمل بالغاز الذي هو يعتبر من هذه المحروقات، والدول تدفع، نرى هذه الدولة تدفع نصف سعر فاتورة الكهرباء التي تصل إلينا، ولكن عندما نرفع هذا الدعم سوف نضطر إلى دفع هذه الفاتورة كاملة، وبالتالي هل سوف تستطيع جميع الفئات القيام بذلك؟ سوف تنقطع الكهرباء عن معظم المنازل. ايضا عندما نتكلم عن النقل ليس فقط في المواصلات العامه والنقل، ايضا هنالك النقل البحري. النقل البحري يستخدم لنقل البضائع، سوف ترتفع اسعاره لاننا نحن قمنا بوقف هذا الدعم. كذلك بان عندما نذكر الفئه المتاثره، غالبيه طبقات المجتمع من ماذا؟ غالبيتهم من فئه ذوي الدخل المحدود والدخل المتوسط، والوضع الاقتصادي هنا سوف يصبح منخفض، والاسعار اصبحت مرتفعه لجميع المنتجات، والبدائل غير متوفره، فقط تريدون ان نتجه عليها وانتم لم توفرونها لنا. فرفع ايضا عندما ماذا حدث في السودان عندما رفعنا الدعم عن هذه المحروقات ادى الى ثوره هذه الشعوب في عام 2018. لماذا؟ لانهم لم يستطيعوا ان يحصلوا على مقومات العيش كالسلع الغذائيه التي ارتفعت اسعارها، وايضا وسائل النقل التي لم يستطيعوا توفيرها. فهنا جميع الفئه المتاثره فئه كبيره عندما ترون مدى هذا الاثر لكم. فهذا القرار سوف يؤثر كثيرا على فئات المجتمع، دوائر متاثره، سوف يتاثر مواطن، ارتفعت السلعه، ارتفعت سعر هذا المنتج، وهذا لم يكن حل لوقف هذه الانبعاثات، لان المصانع سوف تستمر في هذا العمل. والسلام عليكم. شكرا للمتحدث الاول من فريق المعارضه على خطابه. الان ادعو المتحدث الثاني من فريق الموالاة لإلقاء ثاني خطاباته في هذا المناظرة. الصوت واضح؟ واضح، تفضلي. أوكي. سأبدأ في 3 2 1. يفترض فريق المعارضة بأن المزارع الذي تأثر أرضه الزراعية بسبب التصحر، المزارع التي تأثر أرضه الزراعية بسبب وقوف الأمطار، الصياد الذي لا يستطيع الصيد بسبب التلوث في البحر، الصياد الذي لا يستطيع أكل السمك الذي يصيده بسبب التلوث الموجود في البحر، يقولون بأن كل هذه الأسباب هو راضي بها وسوف يستمر، بينما نقول له سوف نحل كل هذه المشاكل مقابل أن تتخلى الدول المتطورة عن إنتاجها لهذا التلوث الذي يصل للعالم أجمع. لم يردوا على مبررنا الأخلاقي ومسؤولية هذه الدول في مساعدة الذين يواجهون الأضرار. حاليا في فريقنا نحن من نضمن مستقبل افضل لهذا الصياد وهذا المزارع ومستقبل افضل لابنائهم. اولا في محوري سوف اشرح لكم ما هو الاثر على الاقتصاد، وسوف نقارن بين الاثر على الدول المتطوره والاثر على الدول الناميه، ولكن قبل ذلك افند 3 نقاط عند فريق المعارضه. قالوا لنا بان
قولنا بأن تعتمد الدول عليها في مقومات العيش ولا تستطيع التخلي عنها، ولكن نحن نعرف ما الضرر الموجود بسبب هذه مقومات العيش، بسبب النفط الموجود حاليا وكل المحروقات التي يتم استخدامها حاليا، نعرف الضرر الذي سوف يأتي منه ذوبان الثلج، نعرف الضرر الذي سوف يأتي منه ارتفاع درجات الحرارة، ونعرف أن ذلك لن يؤثر فقط على الأجيال القادمة ولكنه يؤثر الآن وحاليا على الأشخاص الذين يعيشون في المدن الساحلية، يؤثر على دولة المالديف التي يتوقع خلال 15 سنة لا يستطيع سد العيش هناك. لماذا؟ لأن الضرر من التغير المناخي لا يحدث بشكل متجرد ولكنه يرتفع بشكل سريع جدا لا يمكننا تداركه، فبالتالي نحن نتدارك الخطر الذي سيأتي في المستقبل ويؤثر على حياة الأفراد وسينهيها بدلا من أن يؤثر عليهم اقتصاديا قليلا في بعض الحالات. نحن نعلم بجميع هذه الأضرار منذ السبعينات، منذ أن بدأنا بوضع الاتفاقيات المناخية لنحل أزمة البيئة، ولكن ولا دولة التزمت بها وتحركت لتوقف هذا الشيء، فبالتالي من المبرر أن نوقف استخدام ونوقف الدعم على المحروقات لكي تتجه الدول إلى خيارات أفضل، لأنهم رأوا الأضرار ولكن قرروا أن يستمروا وأن لا يتحملوا مسؤولية هذه الأضرار. نحن نؤمن بأنه عليهم أن يتحملوا مسؤولية هذه الأضرار. أنتقل إلى نقطة التفريد الثانية، والذي يقولون هناك حلول أخرى للأزمة البيئية لنتكيف مثلا، وهم يتناسون بأن التكيف مكلف، يتناسون بأن التكيف مكلف جدا وسيكلف الدول النامية أكثر من الدول المتطورة. من يستطيع التكيف؟ أمريكا تستطيع التكيف، نعم لا مشكلة. بريطانيا تستطيع التكيف، لا مشكلة. ولكن الدول التي تواجه المشاكل، دول كالهند، دول كالأرجنتين، دول ساحلية كتشيلي، جميعها تواجه هذه المشاكل ولا تملك القدرة على التكيف مع الأزمة البيئية، لا تملك قدرة على بناء السدود على مد ساحلها، لا تملك قدرة على بناء على وضع مثلا هندسة مناخية، وكل هذه الأشياء جميعها مكلفة وجميعها تحتاج إلى الأموال العديدة. لماذا تحتاج الأموال العديدة؟ لأنها يعني شيء جديد في العالم ويجب أن يكون هناك تجارب وتطور عليه ولن يحدث في فترة قصيرة أساسا حتى إن امتلكت تلك الدول النقود، فبالتالي حلهم الآخر كالتكيف هو حل يسقط ويجب عليهم لكي يفوزوا بهذه المناظرة، بما أنهم اقترحوا حل بديل إثبات لنا لماذا التكيف سوف يكون أنجح للدول النامية. وإضافة على ذلك التكيف يعني بنفسه هو مضر للبيئة. لماذا؟ لأنها مشاريع ضخمة بالضرورة سوف تحتاج إلى طاقة أكثر من ذلك، طاقة يعني كبيرة، والطاقة هذه في عالمهم بالضرورة تعتمد على الكربون، فبالتالي هم يلوثون العالم أكثر. النقطة التفريد الأخيرة، وهم يقولون أن ذلك سوف يؤثر على المقومات اليومية الحياتية كالأكل الذي يشتريه الناس وكل هذه الأشياء. لا نظن بأن ذلك فعلي. لماذا؟ لأن أولا نظن بأن هذه المصانع تملك الخيار البديل، نرى مصانع في سويسرا ونرى مصانع في ألمانيا ونرى مصانع في سنغافورة، يعني سنغافورة تقوم بحرق جميع النفايات الموجودة فيها لكي تصدر طاقة نظيفة ولكي تعتمد على طاقة متجددة، فبالتالي التطور موجود والآليات موجودة ولكن التوجه لها غير موجود. لماذا؟ بسبب الدافع الاقتصادي الذي يتحدثون عنه، بسبب أنه لا يملكون مشكلة مع أن أشخاص في دول أخرى يموتون لأنهم لا يتحملون مسؤولية هؤلاء الأشخاص. نرى أيضا أن كذلك السيارات توجد بالخيارات الأخرى، توجد البنية التحتية الموجودة، وعندما نتوجه إليها سوف يقل، عندما نتوجه إليها سوف يقل السعر فيها. لماذا؟ لأن شرحنا لكم العرض والطلب لم تردوا على ذلك. أنتقل إلى حجتي والتي فيها ستحدث عن أثر الاقتصاد. قبل أن أقول لكم، قبل أن أصف لكم الحال في الدول المتطورة والدول النامية، سوف أقول لكم لماذا مرتفع حاليا الطاقة البديلة وكيف نغير ذلك بعدما نرفع الحل على المشروقات. حاليا الطاقة البديلة مرتفع سعرها. لماذا؟ لأن السياسات الموجودة من البرلمانات هي تدعم هذه الطاقة المحروقات بالضرورة. لماذا؟ لأنها تستمر في إنتاجها وتسهل الإجراءات على الشركات النفطية وما إلى ذلك التي تنتج، فبالتالي هي سعرها أرخص عندما نقارن بسعر الطاقة البديلة يكون أكثر بكثير. ثانيا نرى بأن ذلك سيستمر ما لم نوقف هذه، ما لم نوقف الدعم على المحروقات. عندما نوقف الدعم على المحروقات سوف نغير ذلك. لماذا؟ لأن الطلب عليها سوف يقل، فبالتالي الإنتاج عليها سوف يقل كما شرحنا لكم لم يفندوا ذلك. النقطة الثالثة لماذا هو مرتفع، في أن نرى بأن بالضرورة عندما نرفع الدعم عن جزء من الطاقة سوف يتوجه هذا الدعم لجزء آخر من الطاقة، لأن بالبديهة الحكومة مجبورة على توفير حياة كريمة لشعبها، مجبورة على توفير أساسيات الحياة لشعبها. عندما يطلب الشعب، عندما يعني يتطلب من الشعب أن يدعم الطاقة البديلة، سوف أن يدعم نوع من الطاقة سوف يتوجه إلى الطاقة، سوف يتوجه الدعم إلى الطاقة البديلة، فبالتالي نرى أنه من المنطقي أن التوجه الآخر يكون للطاقة البديلة. الآن الأثر على الاقتصاد في الدول المتطورة، نظن أنه عندما يتوقف الدعم على، عندما يتوقف الدعم في الدول المتطورة سوف يرتفع السعر، ولكن ذلك لن يكون مشكلة. لماذا؟ لأن المصانع هناك تملك خيارات أخرى وتملك خيارات عديدة، كالطاقة المتجددة، كالطاقة النووية وغيرها من الطاقات، وهذه تملك أثر عملاق بيئيا، وهم لا يحلون المشكلة البيئية إلى الآن. والخسارة الاقتصادية هي خسارة هامشية جدا لا تكاد تقدر بثمن. النقطة الثانية أننا نرى بأن الأفراد في تلك الدول يمكنهم التوجه لخيارات أفضل، لأن الفارق لن يكون كبير جدا عندما نرفع الدعم. النقطة الثانية وهي الدول النامية،
النامية. نرى بأن الدول النامية حاليا تملك اقتصاد ضعيف، ولكن الاقتصاد سوف يصبح أسوأ. لماذا؟ لأن التلوث الموجود في هذه الدول بسبب الأزمة المناخية هو بالضرورة سوف يؤدي إلى عدم القدرة على التعامل مع الإجراءات الاقتصادية، وعدم القدرة على إنشاء بنية تحتية جيدة، وعدم القدرة على الاعتماد على المهن البسيطة كالصيد والزراعة. لن يستطيع الفرد الأضعف في تلك الدول الاعتماد عليها، لأنها ليست مستقرة كما سوف تكون في عالمنا. لذلك نحن نحمي الأفراد الأضعف في الدول النامية، وهذه الأسباب نحن فخورون بمولاة النصر. شكراً للمتحدث الثاني من فريق الموالاة على خطابه. والآن أدعو المتحدث الثاني من فريق المعارضة في عمان للقاء ثاني خطابات فريق المعارضة، فليتفضل. أبدي؟ تفضلي. أيها السادة، فريق الموالاة ينظر للجيل البعيد، وهم بذلك لم يوفروا حتى المقومات الأساسية للجيل الحالي حتى يعيش. هذا ما يريده فريق الموالاة، ينظر نظرة للمدى البعيد ولم يوفر مقومات العيش في المدى القريب. بداية، جئنا اليوم بهدف سام يعلنه نصب أعيننا، ألا وهو الحفاظ على التوازن الاقتصادي وضمان العيش الكريم. بداية دعوني أعرض مفردة ما جاءت به زميلة المتحدثة الأولى من فريق الموالاة، أقصد الثاني من فريق الموالاة، حيث أنها تحدثت أنكم ستوفرون الطاقة البديلة وغير ذلك، وأن الطاقة البديلة هي الحل للمشاكل البيئية التي نحن نشهدها في عالمنا هذا. ولكن عزيزتي، عندما تأتينا لتطبقين قرار كمثل هذا، يجب أن تنظري أن هل نتائجه مضمونة على المدى البعيد؟ لم تثبتوا لنا أن هناك ضامن يضمن هذا الشيء. وإن كانت هنالك نتائج، فإنها ستأخذ مدة طويلة، وقد ذكرتم ذلك، مثلا 10 سنوات. هل نحن سننتظر كل تلك 10 سنوات أو 3 سنوات وما زالت المشاكل البيئية حولنا ولم نقم بمعالجتها حتى؟ بالطبع لا. كذلك قلنا لكم أنه وفروا للشعوب ذوي الدخل المحدود البديل، ثم ارفعوا الدعم الذي تريدون تطبيقه. الفقراء غير قادرين الآن على توفير لقمة العيش، وتريدونهم ماذا؟ وتريدون أن توفروا الطاقة الشمسية وغير ذلك. لم توجدوا أي قرار بشأن الفقراء والذين دخلهم محدود. كذلك حل المشكلة البيئية ليس برفع الدعم عن المحروقات بدون وجود بدائل للغاز والكهرباء والنقل. أرفضها. فالآن ما هو بديلكم لنكمل حياتنا على هذه الأرض؟ كذلك قلتم أن الحكومة مجبورة على توفير العيش الكريم، ولكن في الحقيقة بقراركم هذا أنتم تنسفون بحق الحياة، لأنكم لم توفروا العيش الكريم لأشخاص ذوي الدخل المحدود. إن وفرتم الحياة للشخص ذوي الدخل المرتفع، وماذا عن الشخص ذوي الدخل المحدود؟ كذلك الاقتصاد الآن، مثل لو نظرنا للدول النامية، الاقتصاد فيها منحط، وتريدون بالرغم من وجود اقتصاد منحط وركون في الوضع الاقتصادي، تريدون تطبيق الطاقات البديلة وغير ذلك. وإن طبقت الدول المتقدمة مثل الطاقة البديلة، ماذا عن الدول النامية؟ أرفضها. فأنتم الآن تهمشون الجيل الحالي وتنظرون نظرة للمدى البعيد، وفي الأساس لم توفروا حتى مقومات العيش للجيل الحالي. كذلك نؤكد لكم كذلك عندما قلنا أن التكيف، نحن نوضح بذلك أن رفع الدعم ليس الحل الأمثل لهذه المشاكل البيئية، وإنما هنالك غيرها من الحلول. أنتقل الآن لمحوري، ألا وهو عدم فعالية القرار. أيها السادة، وجود الدعم يعني تقليل الأسعار، لأن الدولة هي من ستتكفل بدفع جزء من أسعار هذه المحروقات. لماذا؟ لتتلائم مع المستهلكين. فبالتالي نحن بهذا القرار نحن ضمننا توافر هذه المنتجات بأسعار مناسبة للجميع، وبالتالي ماذا؟ سيزيد الطلب على هذه المنتجات، ولكن من خلال إيقاف الدعم
سيكون هناك غلاء للأسعار. لماذا؟ لأن الدولة أوقفت دعمها لهذه المحروقات، وهو مثالاً على ذلك المصانع. بما أنه يوجد دعم للمحروقات التي ستستخدمها في إنتاج السلع، نلاحظ أن الأسعار ماذا ستكون؟ أسعار متوازنة. ولكن تصوروا عندما نتجه لرفع الدعم عن المصانع، نجد يكون هناك هبوط في الربحية، فبذلك ستضطر هذه المصانع لرفع الأسعار. لماذا؟ لتوازن فارق الدعم، وبعد ذلك سيتأثر المواطن أو المستهلك. كما أن وجود الدعم من الأساس ينشط العمليات الاستثمارية التي تساعدها فكرة الدعم على إنتاج الضحية. كذلك لماذا لا تشجع استخدام الطاقة البديلة وتريدون رفع الدعم؟ وأيضا نحن بتطبيق قرارنا سنزيد من فكرة العرض والطلب، وبالتالي ستكون الأسعار ملائمة سواء لذوي المستوى المحدود أو غير ذلك. أيضا اليوم عندما نرفع الدعم عن المحروقات التي تستخدم في الطيران وإنتاج الكهرباء وإدارة المصانع، وكل هذه الشركات ستضطر لتوازن نفسها على حساب المستهلك، ومعظم الدول تعتمد على هذه الأمور التي ذكرتها. اليوم أيها السادة، هذا سيؤدي إلى خلل في التوازن الاقتصادي، ولن يصب في مصالح الجميع، وكذا مشتم بذلك المصلحة العامة. أيضا كيف سنرفع الدعم إن كان هدفكم حماية البيئة؟ ما هو البديل لهذا الشيء؟ فذكرنا أن الطاقة البديلة لن تكون مفيدة في الوضع الحالي، وسيؤدي هذا إلى فقر وضعف في الاقتصاد، وجميع طبقات الشعب لن تتمكن من شراء هذه المحروقات. وبذلك نكون نحن من قدمنا أسعار مناسبة للجميع من خلال هذا، وحققنا الهدف الذي جئنا من أجله، ألا وهو الحفاظ على التوازن الاقتصادي وضمان العيش الكريم. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للمتحدث الثاني من فريق المعارضة على الخطاب، والآن أدعو المتحدث الثالث لفريق الموالاة لإلقاء آخر خطابات الرئيسية لفريق الموالاة. مسموع؟ أي واضح، تفضل. تايمر سأبدأ في 3، 2، 1. سيدي الرئيس، يأتينا فريق المعارضة بكل بساطة وهو يريد التوازن الاقتصادي والعيش الكريم، ولكن لا يحققهما لسببين. السبب الأول بأنه بكل بساطة يجعل المشكلة البيئية تستمر في الحدوث. عندما تستمر المشاكل البيئية بالحدوث، هو يجعل المشكلة تتفاقم. عندما تتفاقم المشكلة، الأضرار تتفاقم، ويجب علينا تحمل تكاليف هذه الأضرار. إنك بكل بساطة تزيد من هذه التكاليف وتزيد من الأضرار البيئية، ولا تحقق التوازن الاقتصادي، حيث أن الدول ستصبح ملزومة بأنها تدفع لهذه التكاليف وتكاليف هذا الضرر. ماذا يقولون لنا أيضا؟ يقولون أنهم سيحققون العيش الكريم، ولكن لماذا هم لا يحققون العيش الكريم؟ بكل بساطة يأتينا فريق المعارضة ليقول أننا نواجه مشاكل بيئية. نحن فعليا نواجه هذه المشاكل البيئية الآن، نحن نواجه الفيضانات، نحن نواجه أن العديد من المناطق الساحلية تغرق، ويخسر العديد من الأفراد داخل الدول النامية وظائفهم. أنهم بكل بساطة يخسرون القدرة على ربح الأموال، يخسرون القدرة على أن يتمكنوا من توفير العيش الكريم. بكل بساطة فريق المعارضة هو من لا يوفر العيش الكريم، وفريق الموالاة هو من يوفر العيش الكريم لهذا الفرد. إذن هدف فريق الموالاة ونتيجة فريق المعارضة تسقط. ماذا يقول لنا فريق الموالاة في نقطتين؟ يقول لنا في نقطة التبرير الأخلاقي 4 نقاط. النقطة الأولى أن هذه الدول تعتمد عليها، ولكن دعونا نوضح لماذا اعتماد هذه الدول هو بالضرورة سيء. اعتماد هذه الدول على هذه الوسائل هو بالضرورة سيء، لأنها تستمر في استخدام هذه الوسائل، هي تستمر في الإضرار بالدول النامية، هي تستمر في قتل العديد من الأشخاص نتيجة الفيضانات، هي
يستمر في عدم السماح للعديد من الأشخاص من أن يكسبوا الأموال لتوفير الحياة الكريمة، إنها بكل بساطة ماذا تفعل؟ هي بالضرورة تعتمد على ضرر الآخرين، وإضافة إلى ذلك هي اعتمادها سيئاً لأنها تعتمد على مصدر غير متجدد لكسب الطاقة، أي أن هذا المصدر هو بالضرورة اعتمادها الكامل عليه لاكتساب الطاقة وتحسين اقتصادها هو بالضرورة مشكلة، لأن عندما يتوقف هذا المصدر هي ستصبح غير قادرة على تحقيق التوازن الاقتصادي الذي يهدف إليه فريق المعارضة. ماذا يقول لنا فريق المعارضة أيضاً؟ أنه لا يمكن إنتاج الطاقة، ولكن دعونا نتحدث عن الخيارات البديلة. الخيارات البديلة هي الطاقة الشمسية وبكل بساطة طاقة الرياح، وجميع هذه الخيارات هي بالضرورة تنتج الطاقة، أي أن فعلياً يمكن إنتاج الطاقة من الخيارات البديلة، ويمكن الاستفادة وتحريك العالم عن طريق هذه الخيارات البديلة، أي أن هذه النقطة التي طرحها فريق المعارضة تسقط. تفضل يا جنان. لماذا لا تعطون امتيازات لتنشيط الطاقة البديلة؟ لماذا لا تعطونا خيارات؟ لماذا فقط لأن الامتيازين مع بعضهما لا يمكن حصولهما. لماذا؟ عندما نعطي الدعم للمنتجات الغير صديقة للبيئة، عندما نعطي الدعم للطاقة الغير متجددة المضرة بالبيئة، نحن لا يمكننا أن نوجه للخيارات البديلة، لأننا نسهل على الفرد اقتناء هذه مصادر الطاقة، نسهل على الفرد استخدام هذه مصادر الطاقة. ماذا يقولون لنا؟ يقولون أننا نملك حلول أخرى، ولكن سيدي الرئيس دعنا ننظر إلى فعالية الحلول الأخرى. الحلول الأخرى بكل بساطة هي ذات وقت طويل، هي بالضرورة تجعل المشكلة البيئية تتضخم وتجعل الأشخاص يعانون مزيدا نتيجة هذه الحلول الأخرى. على العكس، ونحن نعلم اليوم أن أكبر مسببات إنتاج ثاني أكسيد الكربون هي الطاقة المحروقة، أي أنك اليوم عندما توقف الدعم عنها أنت ستوجه هؤلاء الأشخاص للاتجاه إلى الخيار الأفضل، إلى الخيار الذي ينتج كربون بشكل أقل، وأنت بالضرورة ستجعل هؤلاء الأشخاص بالضرورة لا يضرون بالبيئة، ستجعل المشكلة البيئية تقل مقارنة بفريق المعارضة الذي يزيد من المشكلة البيئية. ماذا يقولون لنا؟ يقولون لنا سبب واحد، وهو تأثير السعر والحياة الكريمة على الفرد، ولكن لنقطتين تسقط هذه الحجة. النقطة الأولى هي أن العرض والطلب هو المتحكم في السعر. ما هو العرض والطلب؟ أنك عندما تنتج طاقة بديلة بشكل أكبر، أنت بالضرورة ستقلل سعر الطاقة البديلة، أنت بالضرورة ستسهل الوصول إلى هذه الطاقة البديلة. ثانيا، أنتم قلتم بكل بساطة في فعاليتكم أن الدعم الحكومي يقلل الأسعار، أنك اليوم عندما تزيل الدعم الحكومي عن المحروقات أنت ستوجه للخيارات البديلة، وعندما توجه للخيارات البديلة أنت بكل بساطة تقلل سعر الخيارات البديلة، أنك بكل بساطة تمكن هذا الشخص من الاستفادة من هذه الخيارات البديلة. وماذا يقولون؟ يقولون الحياة الكريمة، ولكن فعليا نحن من نحقق الحياة الكريمة عندما نسمح للمزارع بأن يستفيد من زراعته، عندما نسمح لهؤلاء الأشخاص داخل الدول النامية لكي يضمنوا التغذي على هذه المزارع التي طرحتموها ولم تحافظوا عليها، عندما تجعلونها تواجه مشاكل الاحترار ومشاكل الفيضانات وغير قادرة على أساس النمو والاستفادة داخل هذه الدول النامية، أي أننا بكل بساطة نحقق الفائدة لهؤلاء الأشخاص. ماذا يقولون لنا في النقطة الثانية، وهي نقطة الفعالية والأثر؟ يقول لنا ثلاثة نقاط. النقطة الأولى هي أن هذا الضرر يحصل في المستقبل، لكن دعونا نرى أرض الواقع. هذا الضرر يحصل على أرض الواقع حالياً، يحصل عندما تغرق الجزيرة، عندما تصبح المالديف بعد ثلاثة سنوات ستغرق، عندما تصبح الفيضانات تزيد والزلازل تزيد والتصحر يزيد وإزالة الغابات الخضراء واحتراق الغابات، عندما تحترق الأمازون نتيجة ارتفاع الاحتباس الحراري، هذه جميعها أثر حالية، هذه جميعها ضرر حالي، إننا بكل بساطة يجب علينا أن نتفاعل مع هذه المشكلة الآن. ماذا يقولون لنا؟ يقولون لنا أن المصانع سترفع الأسعار لسببين. المصانع لن ترفع الأسعار. ما هما السببين؟ السبب الأول بأن هذه المصانع جميعها ستصبح متساوية، أنها لا تملك الدعم. السبب الآخر لأنها تريد أن تكسب نتيجة إنتاجها، أي أنك إذا أردت أن تكسب هذا الشخص ويأتي ليشتري من لديك، أنت بكل بساطة ستعرض هذه الخدمة بسعر أرخص، أي أنك لن ترفع الأسعار كما يصور لنا فريق المعارضة. ماذا يقولون لنا؟ يقول لنا أيضا أنه يمكن الدعم وتوجيه الدعم للمحروقات والتوجيه إلى الخيارات البديلة، ولكن لماذا لا يحدث هذا على أرض الواقع؟ عندما تدعم المنتجات أنت تدعمها سياسيا، تدعمها اقتصاديا، وتسهل وصولها للفرد، إنك بكل بساطة تجعل الفرد يوجه إلى هذه الخيارات البديلة، إلى هذه الخيارات الغير متجددة المضرة بالبيئة، ولكن على العكس ولا توجه للخيارات البديلة، ولا يمكن التوجيه مع بعضها، إن التوجيه في هذه الحالة غير فعال. عندما تزيل الدعم أنت بالضرورة ستدعم هذه الخيارات البديلة، ستوجه إلى هذه الخيارات البديلة. جميع هذه الأسباب أرى أننا بكل بساطة قرم بموالاتنا لنص القضية، وشكرا.
شكراً للمتحدث الثالث من فريق الموالاة لإلقائي آخر الخطابات الرئيسية لفريقه، والآن أدعو المتحدث الثالث من فريق المعارضة لإلقائي آخر خطابات رئيسية لفريق المعارضة في هذه المناظرة. أبدأ؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يختتم عبد الله خطابه ويقول بكل بساطة: المشكلة، كل المشكلة، لأنهم افترضوا كل الموضوع بكل بساطة، وهذه هي المشكلة الكبيرة يا سيدي رئيس الجلسة. اليوم عندما يرفعون الدعم وطرحنا فكرة لماذا لا تكون هناك امتيازات، لماذا فقط الدعم، ووضحنا سلبيات الدعم، اليوم سنؤكدها ونعيد بناها من خلال صيغتنا في التفنيد وإعادة البناء. اليوم انطلق الفريق الموالي لهذه القضية من فكرة أنه على المدى البعيد وكلهم ارتكزوا عليه، سنحمي البيئة، سنقوم بتوفير اقتصاد على فكرة العرض والطلب، سنوفر الأسعار المتاحة. وقالت موزة في بداية خطابها: الصياد لن يستطيع الصيد في المياه الملوثة، والمزارع لن يستطيع الزراعة في الأرض الملوثة، لن يستطيع الزراعة، هذا عندما نتكلم عندما البعيد. ولكن اليوم عندما لن نوفر للمزارع حتى المنشار الذي يقطع به، عندما لن نوفر للمزارع حتى الأداة التي يستخدمها، لماذا؟ بكل بساطة وبكل وضوح، لأن فكرة رفع الدعم تعني أننا سنزيد الأسعار التي كانت مفترض أن تدعمها. اليوم لن يكون هناك دعم، لماذا لن يكون هناك؟ لماذا سيؤثر هذا على الإنتاجية ويؤثر هذا على كل الموضوع؟ باختصار، لأن ليست جميع الأطراف قادرة على الدفع أولا. والنقطة الثانية، الفكرة عندما طرحت فكرة المصانع وأنها ستتجه للحلول البديلة وكأنه المارد السحري، نقطة غير واقعية. لماذا؟ لأن المصانع ولأن الشركات التي ركزوا عليها تستقر على ربحيتها. اليوم الربحية باستخدام الطاقة البديلة مرفوضة، غير مضمونة. لماذا غير مضمونة؟ تحتاج وقت طويل جدا. عندما تقول 3 و7 و10 سنوات، هي مدة طويلة. حتى 10 سنوات نحن سنموت جوع، سنموت برد. لماذا؟ لأن الكهرباء تعتمد على إنتاج هذه الطاقة، لأن الطيران يعتمد على إنتاج هذه الطاقة، لأن النقل يعتمد على هذه الطاقة، لأن حتى الأغذية والمصانع تعتمد على هذه الطاقة. اليوم إذا كان فكر المصانع الربحية مرفوضة، فكر المصانع الربحية معناه أنه ستتجه للحلول المضمونة. ما هو الحل المضمون؟ أن أستخدم طاقة بديلة غير مضمونة، أبعادها لم يتم دراستها بالشكل الصحيح، غير مطبقة فعليا، أم أن أنا أوازن الموضوع من خلال أنني سأرفع الأسعار. لماذا أرفع الأسعار؟ لكي أوازن فكرة مرفوضة، لكي أوازن فكرة سد النقص من ناحية الدعم. هذا ما يحدث واقعيا، وهذا ما سيحدث، وليس مفترضه الفريق الخصم بالتحول والتدريجي والتحول إلى الطاقة البديلة وما إلى ذلك. ركزوا على المبرر الأخلاقي وانطلقوا من نقطة، وهي أن البيئة ليست ملك الحكومة، بالملك للكل، وهذا يسبب ضرر البيئة، مرفوضة. اليوم عندما نركز على أننا نسبب ضرر البيئة، أنتم لن تقللوا الضرر الناتج عن البيئة. اليوم عندنا شريحتين وقد وضحنا هذا، الشريحة الأولى إما ذوي الدخل المحدود، وهذه الشريحة لن تستطيع التأقلم مع هذا. هل تستطيع شراء سيارة الكهرباء التي تتكلمون عنها؟ هل ستستطيع دفع أتعاب كهرباء لو افترضت أنها من الطاقة الشمسية التي سترفع أسعارها؟ هل ستستطيع العيش على المصانع عندما ترفع أسعار السلع؟ بالطبع لن تستطيع. ولدينا الطبقة الثانية، وهي الطبقة التي تستطيع، إذا استطاعت التأقلم مع دفع الدعم فمعنى ذلك تستمر بإنتاج الطاقة التي تضر بالبيئة، تستمر في استخدام هذه المحروقات، وبالتالي أنتم لم تخدموا القرار. ليس من مصلحة ذوي الدخل المنخفض أو مصلحة المصانع مرفوضة أو مصلحة الطبقة العالية التي لديها وضع اقتصادي. اليوم نتفق أننا البيئة يجب أن نحافظ عليها ونحميها، ولكن خياركم لا يحافظ على البيئة ولا يحافظ على العيش الكريم ولا يحافظ على التوازن الاقتصادي. اليوم ذكرتم في الفاعلية أنه كلما زاد إنتاج الشيء قل سعره. اليوم عندما نتكلم عن نقطة الطاقة البديلة، وضحنا لكم أنها أبعادها غير مضمونة، تحتاج لوقت طويل. ليس هناك دولة واحدة انتهجت استخدامية الطاقة البديلة على كل هذا المدى، على كل هذا التشعب. معنى ذلك الموضوع فيه خوف على الإنتاجية، على الاقتصاد، ونحن نتكلم عن شركات تحافظ على اقتصادها، مرفوضة في المبدأ الأساسي، وفي المقام الثاني تحافظ على عامل الجذب. فبذلك فكرة زيادة العرض والطلب ستكون على حساب المواطن الذي سيزيد سعر المواد لديه ككل. اليوم يريد فريق المعارضة أن يحافظ على حق الأجيال بعد 10 سنوات، ولكن هذا الجيل الحالي سيموت قبل أن يأتي أبناء هذا الجيل المستقبلي، وقبل أن يأتي بعد 10 سنوات الأبناء. وعندما قلتم أنكم تساهمون بإيجاد البدائل، فكرة إيجاد البدائل ذكرنا أنها توجد هناك العديد من الطرق، توجد طرق التشجيع، توجد طرق دعم الامتيازات. عندما ذكرتم أن مرفوضة نقطة الامتيازات غير واقعية، واقعية يمكن أن تفرضوا امتيازات، ولكن أن تسحبوا الطاولة على هذا الشعب وتقولوا له نرفع عنك الدعم، اذهب واشتري سيارة كهرباء، اذهب واشتري طاقة استخدمت بواسطة الطاقة الشمسية، هنا هذا حل غير فعال وغير واقعي ولا يخدم الأطراف. اليوم ذكرتم ركزتم في الاقتصاد،
على أن هذا بالمدى البعيد سيضر بالاقتصاد لأننا سنواجه الأضرار. اليوم قلنا لكم استخدموا الطاقة البديلة ولكنه ليس بفكرة الدعم. فكرة الدعم تؤثر على الأضرار الفقيرة والمتأثرة وذوي الدخل المحدود، وتؤثر على حتى على فكرة المصانع. افترضتم أن المصانع تمشي بالنهجية التي أتيتم بها وهي مرفوضة، نهجية غير واقعية. وأيضا قلتم الحكومة مجبورة أن توفر العيش الكريم لأصحابها وللطبقة، لأنها مجبورة على أن توفر العيش الكريم يجب أن لا ترفع الدعم. لماذا؟ لكي لا ترتفع الأسعار، ولكي لا ترتفع هذه الأشياء التي تشكل مقومات حياة أساسية لهؤلاء المواطنين. يجب أن تحافظ على هذه الحياة الكريمة بالإبقاء على هذا الدعم. وذكرتم أنه بما أن فكرة الطاقة البديلة كل عندما نتجه إليها سيزيد العرض، وبالتالي سيزيد العرض وبالتالي تقل الأسعار. نقطة غير واقعية. نؤكد ونعيد أنه هذه النهجية أصلاً نهجية غير مضمونة. إذا شجعتم، إذا عرضتم الامتيازات هي نهجية أكثر ضمانا. لماذا؟ لأن فكرة المصانع فكرة ربحية، تخاف من الخسارة. أخاف من الخسارة لن أتجه إلى شيء غير مضمون. ولاحظوا بعد 10 سنوات 20 سنة، لماذا نحن نريد أن نعيش هذا العصر ونتأقلم مع باقي الأوضاع؟ اليوم فكرتكم غير واقعية. رفع الدعم ليس حل للحفاظ على البيئة، وهذا ما ركزنا عليه من ناحية فعالية الفقراء. والمبرر الأخلاقي هو أن نحافظ على الحياة الكريمة ونحافظ على الاقتصاد، نحافظ على هذا الشعب لكي يستمر بالبقاء حتى تأتي الأجيال القادمة وبعد ذلك. واليوم من ناحية عدم فعالية القرار غير فعال، لأن نهجيتكم أصلاً غير واقعية في اتخاذ هذا القرار. وبالتالي نحن نخدم القرار وهو الحفاظ على التوازن الاقتصادي وضمان العيش الكريم، فيما لم تحافظوا على البيئة بالنهجية التي افتشيتم عليها وهي نهجية غير واقعية فعليا. شكراً للمتحدث الثالث من فريق المعارضة، ألقى آخر خطابات رئيسية لفريق المعارضة. الآن جولات خطاب الرد، وهو خطاب ليس يسمح فيه بأي مداخلات، مدته 3 دقائق. البداية مع فريق المعارضة، فليتفضل تحدث بإلقاء آخر خطابات فريقه في هذه المناظرة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سادة، أتيت وأعود في هذا خطاب الرد هذا لأوضح ما جرى في هذه المناظرة، وأتينا لماذا أتينا لنعارض قرار هذا المجلس وهو وقف دعم المحروقات. أتى الفريق الموالي وهو يريد رفع الدعم ليرتفع سعر المحروقات، وبالتالي نذهب للبدائل الأخرى، ولكن هذا حل غير فعال لأننا سوف نهمش فئات الطبقة الوسطى والطبقة الأدنى، وبالتالي هناك فئة سوف تتجه إلى هذه المحروقات وهم الأغنياء ومن يملكون تلك القدرة، وسوف يستمرون بالطلب عليها. وهذا رفع الدعم لم يحل تلك المشكلة، وهو تقليل الاعتماد على هذه المحروقات. وأتينا من هدفنا نحن وهو كان الحفاظ على التوازن الاقتصادي وضمان العيش الكريم. انطلقنا من مبرر أخلاقي وهو أن رفع الدعم عن المحروقات هذا معناه رفع الدعم عن مقومات العيش، وبالتالي يؤثر على طبقات المجتمع. وعندما نسأل الآن المواطن ماذا يهمك في هذه الحياة، ألا يقول الغذاء ونقل وكهرباء؟ هذا هو وليس بيئة. كذلك عندما تكلمنا مع عدم فاعلية هذا الحل، وأن هذه هنالك فئة سوف تستمر بالطلب هذه المحروقات، وبالتالي أن رفع الدعم، الهدف من رفع الدعم لم يتحقق عند الفريق الموالي. وكذلك نحن ركزنا على حماية جميع الفئات دون أن نؤثر على حياتهم ومقومات عيشهم، وذكرنا بأننا يمكن أن نلجأ إلى البدائل بإيجاد مزايا لهذه البدائل وليس برفع الدعم عنها. بينما كانت استراتيجيتهم هي أتت على المدى البعيد غير مضمونة، والمدى القريب أحدثت مشكلات في وفجوة في المجتمع. كذلك كان يريد الفريق الموالي حماية البيئة لتحقيق الحياة الكريمة، ولكن في المقابل أراد أن يوقف الدعم. لكن كما ذكرت بأننا هذا المواطن ما يهمه هو مقومات هذه الحياة، يريد الغذاء، يريد الكهرباء، وتلك جميعها على ماذا تعتمد؟ على هذه المحروقات. كذلك جاءوا من مبررهم بأن أن هذا القرار أخلاقي لأنه يحمي البيئة ويقلل الانبعاثات، ولكن هو فكر في الأجيال القادمة والبيئة، ولكن لم يفكر في الوقت الحالي ماذا سوف يحدث. وكذلك جاء بأنه يريد أن يتجه المواطن والدول إلى الطاقة البديلة برفع الدعم عن المحروقات والطاقة المتوفرة الآن، ولكن ليس هذا الحل الذي يدفعنا أن نتجه إلى هذه الطاقة البديلة الذي هم أتوا به. هذا ما أثبتناه نحن وفريقنا. وكذلك كان يركز على المشاكل البيئية ولم يركز بأن رفع الدعم هذا
سيؤثر الآن على مشكلات المواطن وبالتالي على الدولة وبالتالي على عندما يؤثر على المواطن والدولة ماذا سوف يحدث لهذه البيئة عندما لا يكون هنالك المواطن لا يستطيع الحصول على غذاء عندما لا يملك المال الكافي. لذلك هذا هنا نحن فريق المعارضة وأثبتنا وهذا والسلام عليكم. شكرا لفريق المعارضة على خطاباته في هذه المناظرة، والآن أدعو فريق الموالاة لإلقاء خطاب الرد وهو آخر خطابات هذه المناظرة، وكما قلنا 3 دقائق لا يسمح فيها بأي مداخلة. تفضل. أبدأ في 3 2 1. السادة تحكيم المواقرين، يفترض فريق المعارضة بأنه بطريقة ما المشكلة البيئية هي مشكلة مستقبلية وليست مشكلة حالية وليست مشكلة يواجهها العالم حاليا وليست مشكلة تجتمع من أجلها الدول حاليا وتريد حلول فعالة لها حاليا. نرفض سياقهم، من البداية رفضنا سياقهم الذي يتخيل بأن المشكلة مستقبلية، الضرر حالي والمشكلة حالية، والأجدر بالفوز هو من يقول من يثبت بأنه يحل المشكلة الآن. أولا توضيح قبل أن أبدأ خطاب قبل أن أبدأ في نقاط التصادم. نعتقد أن فهم فريق المعارضة للنص هو فهم خاطئ. لماذا؟ لأنهم يفترضون جميع حججهم تفترض على أننا سنمنع المحروقات من الوجود، ولكن وضحنا لكم بأنها سنرفع الدعم عنها لكي نتيح الخيارين معا في العالم. فجميع حججهم يعني مبنية على هذا الافتراض. الآن أبدأ في نقاط التصادم، 3 نقاط التصادم. أولا المسؤولية الأخلاقية، ثانيا الضرر البيئي، وثالثا الضرر الاقتصادي. المسؤولية الأخلاقية، قال لنا فريق المعارضة تعتمد عليها الدول، إذا المبرر استخدامها والإضرار بباقي العالم ولا نفتكر بهم لأننا نحن ننتفع بها. بينما قدمنا لكم نحن حجة أخلاقية أكثر وضوحا وأكثر تحليلا. لماذا؟ لأننا قلنا لكم بأن الدول التي تنتج الكربون من هذه المحروقات تملك مسؤولية. لماذا؟ لأنها ترى أثرها على دول العالم، ترى ضررها على دول العالم منذ السبعينات، ولكنها لم تتحرك، فبالتالي هي ترى هذا الضرر ولم تتحرك لحله. وثانيا لأن جميع الاجتماعات الدولية وجميع الاتفاقيات الدولية فشلت في حل هذه المشكلة. لماذا؟ لأن لا يوجد التزام من الدول، لا يوجد حسنية من الدول. لذلك نرى أن الخيار الأخير هو إيقاف استخدام أو إيقاف الدعم عن هذه، إيقاف الدعم لكي نتيح لهم التوجه إلى خيارات أخرى، فبالتالي هم يتحملون المسؤولية الأخلاقية. لم يقولوا لنا لماذا هم مبرر لهم أن يضروا بالأشخاص، وهذا ضرر نراه الآن يعني في الواقع الحالي. ثانيا الضرر البيئي، يقولون بأن الضرر مستقبلي، نرفض ذلك. قلنا لكم بأن الضرر حالي. لماذا؟ لأن هناك جزر تغرق حاليا، لأن هناك تلوث هواء حاليا في العديد من المدن وغيرها من الأضرار الموجودة في العالم. نريد حل حالي لحل هذه المشكلة. حلهم الوحيد كان أن نتكيف مع هذه المشكلة، ولكن قلنا لكم ما هي المشاكل الموجودة في التكيف. لم يثبتوا لنا لماذا التكيف سوف يكون حل كافي، ولماذا الدول سوف تتجه للحفاظ على البيئة على الرغم من أننا نتيح لها المساحة لكي تلوث البيئة، وذلك هو الخيار الأسهل لها. النقطة الثانية نحو الضرر البيئي، قلنا لكم بأن الضرر البيئي هذا يؤثر على المهن الأضعف، يؤثر على الأضعف في الدول النامية، هم الذين يعتمدون على الصيد، هم الذين يعتمدون على الزراعة. ونرى أن الضرر هو موجود حاليا لأن المنتوج والمواسم والفصول جميعها تختلف. النقطة الأخيرة وهي ضرر اقتصادي، يقولون أن الأسعار سترتفع، ولكنهم يناقضون أنفسهم ويقولون المصنع يريد الربح والمصنع هدفه الربح. إذا كان المصنع هدفه ربحي كما قال عبد الله، المصنع سوف يقلل الأسعار لكي تناسب الجميع. لماذا؟ لأنه يريد أكبر عدد من المستهلكين وأكبر عدد من الأرباح، فبالتالي المصنع يملك دافع لموازنة الأسعار لأنه لا يريد الخسارة كما يتفق فريق عمان. وثانيا لأننا نعطيهم التدرج لكي ينخفض هذا الدعم بشكل تدريجي من 3 إلى 10 سنوات كما وضحنا لكم. لن يتغير الوضع في يوم واحد لأن ذلك مستحيل. لذلك نرى أننا نحن نثبت لكم المسؤولية الأخلاقية، ونثبت لكم لماذا ضرر بيئي مهم أن نتعامل معه الآن، ونثبت لكم أن ضرر اقتصادي سوف يكون هامشي جدا ويمكننا تخطيه لأننا نملك مسؤولية أخلاقية أكبر في حل المشكلة البيئية. ولهذه الأسباب فخورون بموالاة نص القضية. وشكرا. شكرا جزيلا للمتحدث من فريق الموالاة على آخر خطابات هذه المناظرة. شكرا جزيلا عظيما عميقا للمتناظرين من كافة الفريقين. شكرا للسادة المحكمين، شكرا للمشاركين جميعا، شكرا للمشاهدين والمشاهدات من شتى أصقاع الأرض. سعيدين جدا بحضوركم وبتواجدكم، شكرا لحضوركم ودعمكم. الآن سننتقل إلى تداول نتيجة هذه المناظرة وسنعود إليكم. لا تذهبوا بعيدا، قريبا سيتم الإعلان عن الفائز بلقب البطولة الدولية 5 لمناظرات المدارس باللغة العربية. الحفل سيبدأ إن شاء الله في تمام الساعة 6. كونوا قريبين، لا تذهبوا بعيدا،
وترقبوا حفل ختام البديع الماتع كما عودنا مركز مناظرة قطر. شكرا لكم جميعا والسلام. مسك الختام.